وأخيراً برنامج التنمية يطل على ولاية تسمسيلت. لأول مرة في تاريخ الولاية يعقد اجتماع للحكومة بتسمسيلت برئاسة الوزير الأول رفقة طاقم حكومي فاق 15 وزيراً، وهو الثاني وطنياً بعد ولاية خنشلة، وهو تقليد سنه رئيس الجمهورية في منهجية العمل الحكومي. فمنذ مجيء الرئيس تبون إلى قصر المرادية أولى اهتماماً كبيراً بالولايات المظلومة والمتأخرة تنموياً. الرئيس تبون يأمر الطاقم الحكومي بإيلاء أهمية قصوى للولاية، حيث تم رصد مبالغ ضخمة للمشاريع التنموية عقب الاجتماع الحكومي، بتحديد حافظة للمشاريع تضم 89 مشروعاً لفائدة 17 قطاع حيوي بقيمة مالية تقدر ب 9753 مليار سنتيم. بلديات الولاية 22 استفادت من عديد المشاريع التنموية، تخص عدة قطاعات كالأشغال العمومية، الموارد المائية، السكن والصناعة، بالإضافة إلى تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين الولايات المجاورة. بهذه المشاريع التنموية ستكون ولاية تسمسيلت نقطة ربط بين الشمال والجنوب، وستعرف نوعاً من الحركية في عديد المجالات. مواطنو تسمسيلت يستبشرون خيراً بهذه الخطوات، مثمنين قرارات الرئيس تبون ومخرجات الاجتماع الحكومي بالولاية. ذير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.